صدام حسين ذهب إلى مزبلة التاريخ. عليك أن تحترم نفسك وتؤدب ألفاظك جيدا، وإلا أسوي بيك شيء ما تتصور أبدا. عجمي فارسي قشمر، أدبرك تتكلم بأي أدب يا جماعة. احتر نفسك قشمر يا جماعة. سارق أنت إيراني، أسرح أنت، أطلع برا، أطلع يا سيد. سيد 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 وسيد اللي جابوك إيران. على المالكي خلي يطلع من ذلك ذورات عمر إيران، خلي يطلع من ذلك زعيم منتخب. أنا على أول اللي يقول علي زعيم، لا حتى الزعيم زعيم على منتخب. سيد نتب هون هون.